بابنك في حضنك ومش عارفاه ومش حاسه بيه. مش عارفه ايه ده. الحمد لله. بلد الحمد لله. السؤال رقم 11، قلتي قبل كده ان لو والدتك كانت عايشه ما كانتش هتوافق على اوكا. حطي نفسك دلوقتي مكانها وجه لبنتك عريس اصغر منها، هتعملي ايه؟ هتوافقي بعد تجربتك؟ يعني هقول لها المميزات والعيوب، لازم اكون اونست جدا معاها، فهقول لها وهي تختار، لكن مش هحدد لها ايه مميزاتها وايه عيوبها. مميزاتها في قصتي انا ومحمد ان محمد عقله كبير، لكن عيوبها ان انا كنت متصربعه، يعني متصربعه عليه قوي في الاول، عايزاه يطلع لي بسرعه. يطلع لك بسرعه ازاي؟ يعني عايزاه يطلع لي بسرعه في كل حاجه، يعني عايزاه يطلع لسنك بسرعه. بالظبط. اه فبعد كده هديت شويه كده وقلت ان ده غلط، انا بطلب منه حاجه. طب ليه انت ما قررتيش تنزلي له انت مثلا؟ مش بايدي والله. يعني موضوع النزول ده ما كانش بايدي، يعني احيانا بعرف اعملها لما يكون الموضوع مش مصيري قوي، يعني حاجات تافهه بعديها، لكن لما بتكون حاجات مصيريه وكده وحاجه بشوف دايما انها هتودينا النقطه لحيطه سد، يعني ما خلاص ما اعرفش. ما كنتش عارفه تتعاملي ازاي. فلازم اقول لها تجربتي، دايما انا بقول كده اي حد يسالني انا هحكي له تجربتي وهو يقرر، فاولادي برضو هعمل معاهم كده. يعني هتقولي لها المميزات والعيوب وهي تختار؟ طبعا، وهي تختار في الاخر، هي حره. مش هتتدخلي انت؟ لا هتدخل بس كدا. في ان انا اشوفه ابن اصول متربي كويس، عارف ربنا، هيتقي ربنا في بنتي، هو ده، دي الحاجات اللي هتبقى هماني اكتر من اي حاجه تانية، ودي الحاجات اللي بابايا بص فيها لمحمد، عشان كده بابايا وافق. بابايا شاف محمد من جوه، فعشان كده وافق على الجوازه. وبعدها يمكن بسنتين ثلاثه قال لي انت كسبتي رهان قدام العيله وقدام الناس كلها وانت كنت صح، فقلت الحمد لله. ربنا يخليكم لبعض يا حبيبتي. يا رب. اخر